صفير زمهرير الشتاء يدوي مصحوبا بتساقطات ثلجية غير مسبوقة بورزازات المدينة. 30 عاما لم تشهد الساكنة هذه الأجواء الصقيعية، حيث تتساقط نتف الثلج بكثافة منذ الساعة الأولى لصباح اليوم. من الفجر تقريبا هادشي وقع مع هذيك ستة وقسمين بحال هكاك، وقع هادشي هذا والحمد لله على كل حال، هذا اللي عطى الله. كنفرحوا وكنشكروا الله سبحانه وتعالى على هاد التلوج وعلى هاد الخير هذا. الخير ديال مولانا الحمد لله. اللي ما عرفاتوش المدينة تقريبا واحد من التسعينات تقريبا مع هاد الخير هذا، وتبارك الله ان شاء الله الفرشه المائيه غادت تعمر، والناس ديال ورزازات تبارك الله كلشي فرحانين كلشي ناشطين. المشهد الذي فاجأ الساكنة أغراهم بالخروج واللعب بكرة الثلج والترشق فيما بينهم وصنع رجل الثلج الذي لم يزر المدينة منذ العام 88 900 و1000. طاح اليوم بكري مع الفجر، انا ما كنظن. المهم حنا ما خرجنا حتى ل8، لقينا الدنيا عامره والدنيا متلجه وفرحانين الناس وصافي. هاد المناظر خلابه جدا، حنا كنا تنتمنوا نمشيو لفران وفران رجعت حتى عندنا. الحمد لله على هاد الخير في قلب مدينه ورزازات، وصراحه الله هاد الشيء اول مره كنشوفوه في هاد المدينه. حقاش الثلج كيطيح في تيشكه في تشاد دارت في الجبال، ولكن هاد النهار فقنا بغينا نمشيو للخدمه فاذا بنا كنلقاو الطريق كامله تبارك الله تلج، الدنيا زينه هنايا وزعما حنا فرحانين بهذه الاجواء هذه في هذه المدينه. دانا الكتل الهوائيه القادمه من شمال اوروبا واصلها من القطب الشمالي هي التي ارخت بردائها الابيض على مدينه ورزازات، فطبقا لمديريه الارصاد الجويه توقعت تساقطات ثلجيه مهمه ما بين يومي السبت والاربعاء القادم في مرتفعات الاطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الجنوبيه على القمم التي تفوق 900 و1000 متر عن سطح البحر، وهو ما يحيل على اتساع رقعه المساحه الجغرافيه التي ستشملها التساقطات الثلجيه والتي ستكون مقرونة بانخفاض شديد لدرجات الحرارة في الليل والصباح ستصل إلى ناقص 8 أو 9 درجات.